آية البحيري بنت محافظة البحيرة، ما كانش تعليق اللجنة على صوتها وقوته وجمال أدائها بس، ولكن كمان على طلتها وابتسامتها. يخلي قلبي في النشوة والدنيا همس ونجوة، والدنيا همس ونجوة، يا بني قول لي أجوة، أسقيه بإيدي أجوة. أنا انت عديتي خلاص في تحدي الدقيقة الواحدة، ومع أول كوبليه في الأغنية المسرح نور أخضر. حد من أصحابي ساعدني أن أنا أقدم في برنامج الضوء، متحمسة جدا أن أنا أقدم شيء كويس. من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، لا خبي الشوق وداري لا يعرفه الجيران، لا خبي الشوق وداري أداري لا يعرفه الجيران. يوم ما تخبط على بابنا وتجينا تفرح عيني وقلبي، واما الدنيا بتندهلي بعليك الحلوة حبايبي، واقول لك ايه يا جاري، هقول لك ايضا ناري، هقول لك ايه يا جاري، هقول لك ايضا ناري، خبي الشوق وداري اداري لا يعرف الجيران. عندك حضور على المسرح وعندك ابتسامة حلوة، المطرب دلوقتي لازم يتسمع ويتشاف، فيعني أشكرك نسيم. أنا كممثلة لما باجي أغني عشان ما عنديش صوت بقرب قوي المايك وبغني كده، أنا نفسي كل المطربين والمطربات ده طرب إنكم تبعدوا المايك شوية، تفتحوا صوتكم أكتر عشان أشوف المساحة. غنيتي مظبوط جدا وحبيت الاغنيه منك جدا. الفنانه ليلى علوي هي فنانتي المفضله منذ الطفوله، فانا كان حلم حياتي اشوفها بس من بعيد، يعني ان انا اصلا اقف قدامها دي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. المفتاح الذهبي الثاني قول. آية البحيري. آية ما كانتش فرحانه بالمفتاح الذهبي لانها كانت شايفه نفسها تستحق انها تتاهل على طول. آية محتاجه صوتكم عشان تعدي للسيمي فاينل. لو عجبكم أداء آية من البحيرة صوتوا برقم 118 على رقم 4050.